السلام عليكم تول موند، مرحبا بكم في ليميسيون تاعنا دي زاد هضرة. اليوم ان شاء الله جينا نهضروا على الفريق الوطني اقل من 20 سنه اللي يبدا دوره تحضيريه، ماشي تحضيريه، دوره كاليفيكاتيف يعني تاهيليه لكاس افريقيا ناقص 20 سنه غدوة ان شاء الله. عندنا ثاني لي سوجي على جمال بلماضي وال لاعبين اللي يمكن يجيبهم الفريق الوطني. معايا زوج ضيوف، معايا حاليم خويا، مرحبا بك ومرحبا بالجماعة اللي يسمعوا فينا وتحياتنا لهم جميعا. معنا حمزة، السلام عليكم. سلام. قلنا الموضوع تاعنا اليوم هو الفريق الوطني اقل من 20 سنة، غدوة ان شاء الله تبدا الدورة التأهيلية الكأس إفريقيا أقل من 20 سنة. المدرب استدعى 30 لاعب، منهم لاعب تصاب تبليسة اللي هو تواتي وغادر الفريق، وكاين 29 لاعب. ديجا نبدأ منا، وش هو رأيكم في لاليست تاع لي جوار اللي حيلعبوا تورنوا هذا؟ أعتقد أنه بالنسبة للقائمة باش نكونوا موضوعيين امام نقص المنافسات ولا لا نون كومبيتيشن دي 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 كاتيجوري جون، يعني الفئات الشبابيه، الوحيد اللي يقدر يمكن له يعرف شكون هما اللاعبين هو المدرب. ولكن بصفه عامه شيء ايجابي هو الاستقرار، خاصه في بالنسبه للمحليين تقريبا، هذه هما مع بعض اللاعبين الجدد اللي اكيد ما اللي يعرفهم المدرب، وربما احنا عندنا بعض الاصدع عليهم مثل اللاعب بلومي ابن اللاعب الاسبق نتاعنا اللاعب الدولي واللي يدرب مع فريق الاكابر نتاع مرزيت وهران، وايضا ربما لاعب جديد جاء وهو قديم على كل حال في المولوديه كان يلعب في شاش رغم العيد. تقريبا القائمة نفسها ما تختلفش كثيرا، هو شيء إيجابي بالنسبة للاعبين المغتربين أو اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا. أما لوكا أيمن طاهر واضح وتم التكلم عليه، تقريبا نقدر نقوله هذا هم الملاح بتقريبا دائما بتحفظ، ما نقدروش نعرف المستوى الا في المنافسه. الشيء الاكيد انه امام ما مضى تقريبا في الشهرين او ثلاث اشهر الاخيره هذه، المدرب كان عنده الوقت انه يجرب عده حلول وعده اسماء في المقابلات الوديه، ونظن انه من النزاهه الفكريه باش نقولوا انه من المفروض انه هذا هما ربما منهم احسن حاليا، لأنه من المستحيل يقولوا نقدروا نجزموا بلي راه هذوما الأحسن في كل الجزائر، لأنه المعلومة مازال ما كانش المنافسة وما كانش خاصة قنوات رسمية، يعني هذا الإعلام اللي تبع بصفة رسمية ومتتالية وديما المنافسات تاع الشبان. تقريبا الناس اللي كما يقولوا احنا باللغة العربية الناس شغوفين بالشبان هم اللي عندهم تقريبا معلومات، وهذا ما كان. هذا رأيي، نقول أنه القائمة على الأقل من وجهة رأيي أنا تقريبا هذا هو أحسن ما يوجد مع كيلكوز إكسيبسيون بري، يعني بعض التحفظات اللي ممكن تبقى رأي المدرب. قائمة منطقية نقدر نقولوا هكذا، منطقية. يا حمزة، أنا بالنسبة للقائمة راكم تسمعوا فيها مليح؟ أنا نسمع فيها. بالنسبة للقائمة نورمالمون غادي نهضروا على المحليين، كما قال حليم الاحسن نورمالمون راه معنا على مدرب روحه قال لك بليك ما عندناش وقت كبير باش نصدر على لا كومبيتيسيون حابسه تاع لي جون، دونك ما كاش عندهم فريمون لو شوا باش يشوفوا انت اوتوماتيكمون باش تبدا من اللاعبين الشبان اللي عندهم اقل من 20 سنه ويلعبوا في الرديف. ونجي نشوف الرديف تاعنا، المشكل تاعنا لي كلوب تاعنا النوادي تاعنا ما يلعبوش صغار بزاف، ما يلعبوش بزاف صغار في الرديف، هذه هي مشكل صدر، ما يطلعوهمش ما يسيركلاسوهمش بكري، ما
بالك سي ان بروبليم دو فورماسيون، لو جوار ما عندهاش حجم ساعي تاع تكوين الكافيه دونك ما يطلعش رابيدمون، ولا لي كلوب الفوق ما عندهمش بوليتيك باش يطلعوا لي جون صغار. هذا نهضروا على الريدي، مازال ما وصلناش نورمالمون سينيور، دونك لوجيكمون لونترينر يروح لي يلعبوا سينيور اللي عندهم لا ماتوريتي، من بعد يروح لي يلعبوا ريديف ويجي هابط. ميم حنا جو ماركينا ميم لي يلعبوا ريديف هاد لاش وقلال، كاين دي زيكيب داو شامبيون كيما ساورو ما عندهمش ميم با دي جوار قلال، صافي لي جوار اللي عندهم هاد لاش باش يكونوا في هاد الفريق. دونك لوجيكمون داواش قدر يديه، اللي راهم كومبيتيتيف ميم لي شامبيون راه براتيكمون حابسين، كاين غير تاع الريليف دونك ما يقدرش يدي دي جوار ما معاهمش كاع يونطريني ولا يلعبوا لوجيكمون. دونك سي بور سا مازالش شاف بالك لاعبين اخرين، دونك لي ميور جو بونس راه معانا لوكالمون والمحترفين. لا تاسك فورس بدات تخدم على حسب ما شفنا، ميم لا تاسك فورس ما قداش وقت كبير باسكو بداو مارس يخدموا على حسب ما فهمنا، بداو يخدموا قبل مارس وكي جات الكوفيد الازمه هذه دونك ما قدروش الوقت، دونك خدموا بالك دو تروا مو هادو اللي فاتوا على حسب ما سمعنا سولمون. امبوسيبل تجيب لي ميور من فرنسا بالك وتشوف، باسكو لي ميور سون با فورسيمون في بي اس جي ولا في في موناكو ولا لي ميور دي فوا يكونوا في دي كلوب بيتي كلوب ما في فرنسا، دي بيتي سونتر فورماسيون نقولوا باغ اكزومبل دي بيتي كلوب كيما كريتي ولا ان بيتي سونتر فورماسيون نقولوا ميم ستراسبورغ، بالك تلقى في هاد لي بيتي كلوب تصيب لي طانو فلاش تاعهم با فورسيمون يكون، بالك تلقى كيما قال لك حاليا في لا سويد بالك تلقى جو سي با. دونك خايفو بلوس خاصهم وقت كبير تاع لا بروسبكسيون، دونك جو بونس با كو قد كو شافو تو الموند، دونك مازال الخير قدام. دونك لا غالب هاد جاتنا جائحة هادي هي اون جينيرال على لي بروفيسيونيل، كاين لاعبين ملاح كيما قال لك بول هاندي وكاع كوما خرجوا دو تروا بون جوار سي ديجا با مال، خرجوا غارديان خرجوا وفلا خرجوا شكون فراج هذاك مليح ابارامون تنيك تواتي صافا وكو كاين جابوا واحد اخرين ثاني كيما بوتواتو يلعب في دوزيام ديفيزيون فرنسا، كاين واحد اخر ثاني هذاك تاع لوافر محمود ثاني هادو ما قدروش يطلقوا من الكلوب دونك صافا راه بروسبكتور مي قادر يديروا ميو في الكوتي وفي الكوتي لوكال. هذه هي احسن شونس راهم هنا في المحليين نقدروا من بعد نهضروا عليهم كاع اللاعبين داكور. الى يعني كان دخلوا في صلب الموضوع، اخر مره شفنا هذا الفريق كانت في كاس العرب، كاس العرب شفنا باللي كانوا بزاف اخطاء دفاعيه، خسرنا تقريبا كاع اللقاءات باخطاء فادحه، وكي نقول فادحه سي فغ كما نقولوا باللغه الفرنسيه سي دي غروس بورد، ربحنا لقاءين وخسرنا زوج، ثم ربحنا زوج وخسرنا زوج ما خسرناش كلشي. ها عبالي من اللقاءات اللي خسرناهم باسكو المنافسين اللي حلعبوا كونترهم لعبنا كونترهم اللي هما مصر وتونس، ضد مصر درنا اخطاء كارثيه، ضد تونس درنا اخطاء كارثيه في الدفاع، شفنا بلي المدافعين اللي لعبوا هذيك الدوره تم استبعادهم ماهمش في لا ليست، وشفنا تاني بلي كانوا لي جوار اوفنسيف ما كانوش يولوا ديفونديو، نخص بالذكر انسان اللي لاعب لي بيتري كاليتي كيما نقولوا، مي في هذيك الدوره كان ثقيل شويه وما كاش يدافع اللي هو بوصوف، وهذا أثر على القدرة الدفاعية للفريق. وش رأيكم في المردود الدفاعي في هذه الدورة؟ لأنه احنا عبنا باللي هذه الدورة هتلعب سو فورم دو ديربي، يعني ديربيات، ونعرفوا باللي ديربيات في كاع العالم ساجو سور دي ديتاي، ساوا جوي سور اون بورد ولا اون اكسيون ترميها في الفيلي. وشنو هو اسكو راكم مازالكم متخوفين من الدفاع ولا راكم متفائلين خير انه يكون هناك تحسن من الدوره العربيه لهذه الدوره؟ بالنسبه لي انا اولا ذكرتني الاخ فعلا الحقيقه تقال انه بالرغم الكثير من العيوب اللي ماشي العيوب ولكن بالاخطاء اللي يرفع بوصوف هو كان يفيدنا كثير في هذه الدوره صراحه، من خاصة انه عنده هذاك انك ما تنتظرش ماذا سيفعل بالكرة. وي لو جيني. اي بو فار لا ديفيرونس. عنده لو جين. لا ديفيرونس يديرها دون لي بتي ان بتي اسباس دون لو طون كذا، مي ميم يفو سافوار انه هذاك التورنوا نورمالمون ما كانش يروح كامل، كاين اولا شو بريسون افيك سون كلوب وفيزي بوكو دو ماتش. نعم صوم في الكلوب نتاعو كان يلعبوه الى ايتي توشي دون زعما جو مشوفي مليح خلاص شو الماتش دو لاجيا تاع الصوره وين دار ان تري بون ماتش ابري جو بونس ما با ما دارش
اما رياح شقراء ضروري لا اوبيري من بعد ضروري بوركواي على هذه الحاميه المشيره راح في الحقيقه راح يخصنا، فهو لاعب اللي ممكن كان يفيدنا. بالنسبه للشق الدفاعي، اولا لازم نعرفوا انه هذا الفريق عنده تاريخ شويه، ماهوش بالنسبه لبعض المتتبعين شويه اللي راهم يتبعوا ماهوش جديد، يعني راه كان عامل ربما انقطع شو، لكن كان عامل الفريق هذا في، ولكن للاسف كما اشرت له سي زياد، هو المشكله الحقيقيه كان دائما حارس المرمى والدفاع، وخاصة محور الدفاع. الآن اعتقادي أنه بالمباريات اللي دارهم المدرب في المقابلات الأخيرة كان تحسن ظاهر، كان تحسن، ولكن خاصة في نوعية اللاعبين أنا عندي ثقة، لأنه نوعية اللاعبين اللي يكون الدفاع ما عدا لاعب واحد اللي الوضعية صراحة غامضة جدا، اللي هو اللي راح يكون أساسي أكيد، واللي كان من بين أحسن لاعبين في السعودية، واللي هو بكوش اللي يلعب في الفريق نتاعو كمهاجم وكرأس حربة، ولكن في الفريق الوطني راه في المنصب اللي كان يلعب فيه. الباقي يمين كان عندي تحفظات على اللي ربما يلعب حميدي، ولكن أنا شتو في مباراة من بعد تحسن في المحور. هناك كثير من الحلول، ولكن أعتقد كمجموعة عنده يقين أنه مش هتكون بالسوء اللي كانت فيه في الدورة اللي جرت، اللي كانت على باش نكونوا ثاني منصفين تجاه المدرب. هذيك الدورة كانت على عجل، ما كانتش بروغرامي، ولكن كان فرصة هذاك الوقت باش يحضروا بها الفريق. تفضل السجل. اوكي حمزة، عطينا رأيك على الدفاع. سؤال على الدفاع ياك. برضو الدفاع شفناه في الدورة العربية كان ناقص شوية، كان عندنا جدوم المشكلة تاعنا في الانيماسيون ديفونسيف، كانت الكتلة الدفاعية ما تخدمش بيان كوم يلفو. اون فوا تفوت يفوتوا لو ريدو لي قدام لا ديفونس ديال لي ميليو ديفونسيف، اون فوا كانوا فاس، كان عندنا دي سيتواسيون كانوا اون فوا يلحقوا لا لين تاع لا ديفونس، ما اون كونتر ان لا ديفونس تاعنا كان تري 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 فراجيل، سا ماكري على با داسيورونس ديجا لاك سونترال والميليو ديفونسيف بلوس لو بلوك ايكيب كان شويه ناقص. دونك على اساس كوريتي مليح، فوالا على اساس ما سمعنا لونترينر يهضر قال لك زعما خدمنا ونسبر، كان عندها شويه وقت ونشوفوا اللمسه تاعها في الكوتي، بس في الكوتي ديفونسيف بور مات لي شوز اون بلاص، كيكون عندك مينيموم صافي دي جوار ملاح ديفونسيفمون سي ان بو بلو فاسيل باش دير الكوتي لانيماسيون ديفونسيف كو لانيماسيون اوفونسيف. دونك لوجيكمون راه كان عندها نورمالمون شويه وقت. دونك نشوفوا في الدوره هذه، و سي فري كو لا كاليتي تاع اللاعبين دفاعيا تلعب دور ثاني، وكنا هضرنا عليها لي ميسيون المره اللي فاتت لي سون ما تمكنش يتمشى، هضرنا بها على كوم الفو سون ما فاتش، نعتذروا ديجا للمستمعين. هضرنا بها على قلنا بليك اللاعبين، كنا نهضرنا قلنا باغ اكزومبل بالك يدير اون سونتينا اللي يدير بالك ميليو ديفونسيف، كنا نهضروا حمزه سبقتني جوستومون على هذا السوجي. فهذيك الدوره شفنا بلي لعبنا بدو شي ماتش، لعبنا لي لا ماجوريتي دي ماتش اون 4 2 3 1 كوكو لي لعبنا لا كونتر ماس لعبوا داتي تراوي، لعبنا 4 2 3 1 ولعب بوسو فونديس باراي مع فلسطين. كان يبدل مع العرفي وبالخير. والماتش تاع مع السعوديه لعبنا بان سونتينال و 2 ميليو تيرا صبري بالخير اغوش ما شفتهم صبري. هاد نتوما في رايكم غدوه ضد تونس ولا في الدوره هذه اون جينيرال، وشنو هو الشيما اللي حيبريفيليجي لونترينور؟ اسكو يقول باللي انا عندي لي زارم اوفونسيف pour aller faire mal à l'adversaire, donc j'accepte le déséquilibre ou نروح باش نماركي يعني 4 2 3 1 avec un 10، ولا justement قول انا ما عنديش دفاع de haute qualité، معناتها انا لو دفاع هذاك جو لو بروتاج، و vu que عندي هذيك la qualité offensive يقدروا يديروا لي la différence individuelle في الفوق. واش رايكم في هاد لي دو possibilités؟ لا بريمير دي شوز انا اللي راني نخمم فيها يخمم فيها المدرب واللي اشرت لها انت كثير من المرات بزياد، هي
نمط المنافسه اللي صراحه ظالم الفريق الوطني. ضمنه طريقه مفضوحه. امتي اور سوجي خويا حاليم في هذا الموضوع. وي. شفنا اخر الاخبار باللي مصر احتمال كبير راح ممكن تضيع الدوره. لو مصر ضيعت الدوره لو غدوه يكونفيرمي ولا باسكو اللي الناس اللي ما لحقتهمش المعلومه مصر لقاو عندها 16 حاله للاعبين وحاله للمدرب لحاله كوفيد. مصر طالبت باعاده تحليلات راهم عاودوهم في هذه العشيه وغدوه تخرج النتائج. لو النتائج تتاكد غدوه مصر راح تنسحب من الدوره احتمال كبير. لو انسحبت مصر من الدوره راح نلعبوا ضد تونس يكون لقائهم الاول معنا احنا تاني يكون لقائنا الاول. الماتش الثاني يلعبوا مع المغرب اللي حيكون اللقاء معنا لقائهم الاول. والماتش الثالث حنلعبوا مع ليبيا اللي هو اللي حيكون اللقاء تاعنا لقائهم الاول. يعني بالنسبه لهذا الموضوع اللي تحدثت عليه انا متفق معك باللي مبدئيا كان ضدنا يعني كنا الفريق الوحيد اللي ما يريحش. لكن مع هذه الطوارئ ولدرني زيفانمون ممكن يتحول الى حاجه ايجابيه لو يتاكد الفورفي تاع مصر. علاش حاجه ايجابيه؟ باسكو مع المغرب تيكون عندك ماتش في الرجلين عندك 7 شهور ما لعبتش حيفيدك مع المغرب. ومع ليبيا تيكون عندك زوج لي ماتش في الرجلين ليبيا تكون هداك وين دخلت. هذه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. يعني بعد سلبيات نكملوا من بعد نكملوا احنا لا لا كومبيتيشن قبلهم تسمى شويه. هذه اللي بغيت نقول رغم هذا راك عطيتني كما نقولوا كيما فوندي لا بيرج. هنا لب الموضوع. انا نظن انه لا حل في هذا السيستم كامل كيما راه سير يبحث لازم عليه يبحث على انه هو اللي يسجل اكثر. يعني لازم يربح المقابله لانه خاصه في السيستم تاع الكولا فيراج اللي ان بو بيزار اوسي دي فات كو يحسبوا هذا الاهداف يختلف شويه في الاخر. اذا من رؤيتي الخاصه راح يبريفيليجي انه يلعب السيستم كلاسيك اللي لعب به وتقريبا مشالو وشتو. لكن لاحظتوا تقريبا في كي يلعب الاساسيين في لي ماتش تاع التحضير نقدروا نقولوا هما الاساسيين يلعب تقريبا 4-3-3 او يلعب بس في خاصه باش في التحول الدفاعي يرجعوا هذوك لي دو اكسونتري هذوك يعاودوا يرجعوا للميليو تيرا يسمح بتعزيز الدفاع هكذا يعود البلوك ديفونسيف بلو كومباكت. هذا الراي تاعي انا والله اعلم خاصه في المباراه الاولى خاصه انا بانت لي بلوتو بدايه المباراه كيبدا المباراه لوجيكمون انا جو بونس ما غادي يلعب اون 4-2-3-1 بروميير ماتش شفتو مع تونس في بلادها بونس غادي يلعب 4-3-3 جو بونس لوجيكمون يلعب اون بلوك شويه سوليد ويستنى شويه. لافونتاج اللي عندنا بالك هاد المره سيك تونس راه كونفيونس على حسب ما شفنا وتونس راح تلعب جو بونس ما في بلادها ما غاديش تلعب هذاك اللعب تاعها المعتاد تاع بلوك با ويلعبوا الفيزيك. انا جو بونس كو تونس راح تحوس تربح الماتش الاول تاعها دوك غادي تخلينا شويه لي زيسبان دونك لوجيكمون يبدا البرومير ميتون 4-2-3-1 وبالك بالك على حسب ليفوليسيون تاع الماتش يدخل ان 10 فوالا 4-2-3-1 ما تقدر تكون بلوك سوليد بالك اكثر من 4-3-3 بصح يفو بوكو ترافاي تاكتيك قادر نمدو مثال تاع دي كلوب اوروبيان يلعبو 4-2-3-1 سون بلو سوليد كو لي كلوب تاع 4-2-3 دونك لو سيستيم سا ديبون لو ستيل واش راه حاب يدير. انا بانتي لو كان يلعبو 4-3-3 معناتها راه عنده نظرة هجومية مي جو بونس با غادي يبدا 4-3-3 ومن بعد على حساب هي باسكو كي تجو 4-3-3 عندنا حاجة 4-3-3 لازم اوموا واحد في لي دوزيري يكون انيلي دو بيركوسيون صدر انيلي رابيد باسكو يا تونس تخرج عندك دي كونتر اتاك ولا لازم لك انيلي رابيد كيما بوزيدا باريس دونك الا لعب باريس بالخير وباللومي سي دي بروفيل سيميلار سي بلوس تقدر تقول سي ميليو اوفونسيف لي ما عندهمش لا بيركوسيون القدام دونك فومي يكون عندك واحد يبيركوتون ا دروات باريس ولا اخر بالخير
دونك انا تقدر تلعبهم 4 3 اكزاكتومون 4 3 بصح الا تلعبهم 4 3 وما عندكش هاني لي رابيد لي بيركوتي جو سي با هذه هي كي شو تلعب بزوج محرز محرز ابراهيم راك فاهم مثلا مي بيركو ما عندهمش لا ما غير يكون محرز خفيف شويه راك فاهمني شو ما عندكش هذاك لي دي بويسون لي دي صدام كيما بلادي مثلا انا بلاك ولا بالرحمه مثال هذا هي الكتر وطروة تاني تحمزة احنا كي تجي تشوف لي بروفيل تاع المدافعين تاعنا كسوسوا بكوش اللي كيما قالنا خونا حاليم يلعب مهاجم راس حربة في شباب الوزداد يلعب اريار جوش وحميدي نعرفوه اللي هو سي لاتيرال تريز اوفنسيف يكون عندك دو لاتيرو هكا بور مو لازم تبروتيجيهم هذاك سي بور لو جو اون بلاك كي تلعبوا هذو لي دو لاتيرو يصرفوا لنا سورتو كي في لي زاتاك بلاسي يديروا سور نوم يسو رابيد ملاح تكنيكمون بصح اون كونتر اتاك جينيرالمون سي لي زيلي تاعك لي كونو سوليسيتي بيان سور انا بانت لي بكوش باللومي ادروات وبالخير اكوش لازم لك 4 4 2 باغ اكزومبل دو زاتاك اون ديفون فاهمني ولا بلوز اون موا قال تغاردي البال وتكون رابح بصح انا بانت لي لوجيكمون كون عندك دي سيتواسيون تقدر يكونوا غدوه باسكو تونس تلعب كاع نقولوا كاع الماتش فان تاع بريمير ميتون تجيك اون اوكازيون لازم تاع كونتر اتاك باش تماركي ولازم لك كيما بوزي دابا راك تفاعلي في تونس مع المغرب مع المغرب مع تونس تفاعلي مع ليبيا هو كان احسن لاعب في الدوره هذه تفاعلي كان كاين غير شويه اسباس دار عباك هو يدريبليك بلا فيتاس تاع مويلي رابيد هادو سي دي او فا سي با دي جوار برو تاع يلعبوا في ليغ دي شامبيون دونك اوتوماتيكمون يكونوا دي زيرو راك فاهمني دونك لوجيكمون في لي كونتر اتاك بوزي يدير لا ديفيرونس دونك دي جوار هكذا او مو ان بروفيل كيما هكذا لازم سي بور سا قلت لك 4 4 لازم او مو واحد رابيد جو بونس ما عندناش كي راح تواتي جو بونس ان فري ايلي راح نتواتي ما عندناش ان فري ايلي جو باللومي هو سي ان ايلي مي كيما قلت انت سي واحد يحب يدخل بزاف اللاكس كان يلعب 10 في غالي مع معسكر تقريبا ايه كيما بوسو بون بالك سي با ميم طالون جو سي با جو بونس با يكون عندها طالون تاع بابا مستحيل بصح باش كره هنا دوك سي دوك عنده دو نيفو بالك عنده نيفو مليح مي جو بونس با يلي رابي سي با سي ان بروفيل كيما شويه بوسو نقول بصح يدخل بالبالون لداخل لهذا انا بانت لي متفق معاك كان نلعبوا الهجوم الهجومات معاكسه لازم لك لا فيتاس دوفون لازم لك لا بيركوسيون كي تجي تشوف مثلا نخرج شويه من السوجي مي خطر داروا حوار مع فايدا ليلوزيتش فايدا ليلوزيتش ولا لاعب حكيمي لا تعرفوا اللي يلعب في الانتر اللي كان في روسيا يلعبوا مهاجم ايمن علاش يلعبوا مهاجم ايمن قال لهم باسكو ما عنديش لا فيتاس دوفون جي بوزوان دو فيتاس دوفون لازم لي واحد اللي يدير لي زابيل في الدو تاع لادفيرسير ويحل اللعب وهذه في ليكيب ناسيونال عندك غير بوزيدا اللي عنده هذا البروفيل فايد كان داير سوداني فغولي في ليكودي بلاك شوف كيما كتهضر وكان يبغي لا ترانزيسيون رابيد 1 2 3 باس راك عند الجول بلي عند نوير بلاك شوف عليها اكزاكتو اوكي بالنسبه في واحد النقطه برك مهمه اسكو الماتش تاع لافيان غران تيرا اللي هو رات نعم فو لا سما هذا فو بروندر اون كونت هذا البوان لو تيران جو ماشي نهضر على الستاد الكومبلكس مي نهضر على تيران جو ستان تيران كبير نورمالمون دانيير مون شفت فيه اللي ماهوش اون تري تري بون ايتا جو في دي ماتش في ماتش فيه ماهوش فريمون اللي توب او توب مي كون ميم لي هنا اسكو لازم كان هنا نورمالمون لي سيرتو لي كيما قلت انت لي فليز اتاك سيرتو بلاسي لازم تاعنا هنا يكونوا ما يديروش لي فوت لي نديرو في السعوديه اللي هي لي بير فاسيل دو بالون داير اون بير دي دو بالون مع تونس شفتو كي نو كوزي لي ديفات هنا يلفو مع سيرتو مع لي تونسيان سي با انا مانيش متاكد تماما انهم يفون فري لو جو مي جوستومون كنت حاب نلحق الفريق التونسي فريق تونسي انا تبعت شويه يعني كنت نتبع لي زادفيرسير اللي حنلعبوا معاهم كان تشوفهم في الكاس العربيه كانوا يلعبوا لي كونتر اتاك ربحونا بزوج غلطات كان نعاودوا نولوا لا فيزيونومي دو ماتش تونس ما كانتش احسن منا في اللعب وضيعنا فرص ضيعنا انا نشفى الفرصه تاع بالخير نشفى العارضه اللي خبطها بكوش
نشفى لوكازيون تاع لاعب بارادو بوكرما اللي سلكها المدافع من خط المرمى، يعني ما كان وكانوا عندنا فرص لكن حنا ضيعناهم، وتونس كانوا عندنا غلطات ما ضيعوهما ما ضيعوش ماشي غلطة هادو هدايا هدايا كيما ماشي غلطة زعما قال غبنونا بداو لنا بريسيستي فريمون دي كادو هكا. وكان جوست باش نكمل باش نعطيكم من بعد الكلمة، لو شيما جو تاع تونس اللي كي تبع لي ماتش اميكو اللي لعبوهم هما تاع لعبو كونتر اندية تونسية، كي تشوف لي شيما جو تاعهم ليكيب تيتولار ايزون غاردي لو ميم شيما، يلعبوا ربعة مدافعين هما لي لاتيرو تاعهم اي سون با تري اوفونسيف ما يطلعوش بزاف، عندهم زوج لي ميليو ديفونسيف ديفونسيف دو زوج بروفيل سنتينار، يعني زوج طوال متر 95 يلعبوا للور و يلعبوا كونتاكت. انا نشفالو بالخير هذاك النهار عنده مادة الضرب ما بوصوف في الانديس، كان عندهم لاعب مليح تكنيك سيتي لو سول كي ابورتي دو جو في لاتاك تونيزيان اللي هو صغير اللي لي فورفي بور لو تورنوا لو 10 تاع لا تونيزي لي فورفي اي لو روبلاسي لا لا درواتي يلعب 10 صغير كان يلعب في ستراسبورغ هو اللي ماركانا الهدف الهدف الثاني الكوشي هذاك العبيدي اللي في الفريق تاعو يلعب ميليو روليور مي بصح كنزاري يلعبو ايلي باش تشوف كنزاري تشبه بزاف لديشون عنده يلعب بلوك با يلعب افيك دي زيلي كي ديفوند وكان عنده ان بو هذاك صغير ليكيفالون تاع غريزمان اللي تورنو تو دلاتاكون دوكا هما دعموا الفريق تاعهم بلاعبين من الفريق الاول لكن خسروا صغير اللي هو العشرة تاعهم وعوضوه مهاجم اللي هو مقني هذا اللي يلعب في كييفو واللي لعب ديجا مع الفريق الاول التونسي معناتها فلوس يلعب في كييفو فيرون لا لا يلعب في لا ريزيرف ما يلعبش في الفريق الاول جوست بور كوردي لا 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 الفريق الاول اسمع اسمح لي غير باش ما ننساش هذه حاجه هما الفريق باش ما يبيبي باش يبلوكوهم زعما باش ما يشوفوش باش ما يشوفوش كيما درنا احنا مع بن ناصر برك هما يديروها اللاعبين اصغر. واش حبيت نقول لو شيما اون 4 4 2 ان بو كوم ليكيب دو فرنسا، انا بالنسبه ليا ماهر كنزاري حكم لو شيما تاع ديشون دار لو كوبي كولي العبيدي اللي كنت تهضر لي عليه حمزه هو اكزاكتومون لو ميم بروفيل كو ماتويدي سي ان ميليو تيرا محطوط سور لو كوتي باش يفا ابورتي دون لا دون ديفونسيف مالغ دوكا اسكو لو فات كو يلعب لك 4 4 2 وما عندوش ان ميليو تيرا كرياتيف سا فو با دير باللي حيلعب لك دي بالا ايريان ولا يلعب لك ان جو ديريكت اي دون سو كالا نعاودو نوليو لو شيما لي بوتيتر فو ميو تكون عندك ان سونتينيل كي بروتيج تا ديفونس ولازم تدي لي دوزيام بالون ولا ولازم ما تحلش اللعب لانه الغلطه اللي حتكون كيما ليكيب دو فرانس اللي دات كاس العالم تحل معاها اللعب يقضوا عليك شفنا كيف وصل الارجنتين. شوف انا بالنسبه لي نعرف شويه الفوتبول التونسي تقريبا من لي زاني 80 ما نعرفش لي زاني 70 pratiquement c'est le profil de jeu t'as les équipes vers l'espérance n'arrive qu'on a des bons joueurs d'ailleurs mais les joueurs qui sortent hier d'ailleurs on m'a dit le profil قريب لي جوار تاعهم براتيكمون غير لي لي غروند كاباري هما البريفيلاج بوكو لي غروند كاباري موينمون يدي واحد ولا زوج كيما باريزون فليكي عندهم الخزر يمساكني فليكيب اغرا الباقي كامل تقريب دي طاج ديفونسيف جيبها لشارك لي في الزمالك لي دو لعبوا في الزمالك ويخدموا بزاف بانسر يخدموا بلي راتيرو في لي زاتاك في لي كونتر اتاك
براتيكمون هو تخرب لي كون تاعهم تلعب هكذا تشوف الصفاقس اون فافوار ديجا كون بعد نهضروا عليهم في الكونتر المولوديه ولا سي لو ميم بروفيل دو جو تقريبا. اذا انا نعاود انا فاني نقول كيما واش قال جهاد اذا كان يكون لي عود اختيار لي انا جو بريفير كون جو افيك اون سي سونتيمان سيرتو لو في كو لي تروا تاعنا هنا يل بونس بزاف ل فير لاتاك و سيرتو لي لاتيرو تاعنا كيف كيف اون ا فريمون بيزوان دان زي سونتيمان جو كروا جو بونس باش سيرتو كونتر لا تونيزي بور باري ا توت ايفون تيريتي باسكو ما يلعبو بزاف لي كونتر اتاك ميم كي يلعبو في بلادهم بور باش نارغيمونتي شويه لا سول فوا وين دو كلوب الجيريان اون في دي مال او كلوب تونيزيان اللي هما لا جي اس ام بي جي او ستيف ربحوا ليسبيرون في تونس لعبنا لهم لي دو كلوب تاعنا لو ميم جو تاعهم قفلوا اللورا ولعبنا جوج قدام وقفلنا لعبنا لهم لو ميم بروفيل ميم البارادو لعبت ديفيرامون وغبنتهم ديرنيرمون مع الصفاقس فرادو مع صفاقس في صفاقس داروا فيهم حاله في الهجومات المعاكسه. يعني تونس عندها توجور ان بروبلام دو كونستركسيون دو جو. وانا نقول باللي ممكن خساره اللاعب العشرة لو مونور دو جو تاعهم اللي بلو لا وحيجوزوا اون شيما اون دو اتاكون اسكو ماهوش راح ياثر عليهم ولازم نستغلوه بان نسناوهم. يعني احنا ما كيف بداية اللقاء تونس هي الفافوري سي على تونيزي دو فان لو جو وحنايا لازم نستغلوا هذوك المساحات باش نقضوا عليهم كيما نقول. احنا شوف احنا لو كان جاو عندنا الريجون تاعنا هذو ودوماج يعني دوماج لي فوتيكس كيما سميتهم سي لو تيرم هذا فرونسي كي سي بزاف لا جو لو جور لي جورناليستيك ماشي لي جورناليست تاعنا تاع سبور كان الاكسبيريونس ما نقولش افريكانيزي لو جو سي با تيرم صحيح مي افوار دي ميتي ومناس يجي من لي ماتش بزاف في لي كاتيجوري مع بعضهم وسي من الخساره خساره تولي تعرف منها. لو كان جا عندنا لو ميتي هذاك تاع لي جون تاعنا هذا وبالك بليس دو كومبيتيسيون الاحسن حاجه هي لي دي مينيت ولا لي كانز الاولى ونديرو كيما نقولو حنا نبلوك او اون ايساي تاع باش كيما نماركيو من بعد نعاودو نلعبو لوخر. مي الميتي تاع لي جون تاعنا حنا سي او سيرتو هذا التورنوا اللي كاليفيتي كاسيف التورنوا اوتر وجاتهم فرصة. انا جو بريفير كيما قلت اون اتون نشوفو لي تونيزيا كيفاه يلعبو افيك مع زروقي ان شاء الله يكون اون بون فورم و كونكريتيزي كل لي زوكازيون اللي عنده طير لو سول اللي عنده الميتي صح كوم الى جوي اون افريك ديجا افيك سون كلوب ان شاء الله جو بريفير جو مي سير لوي انا يا كونترمون لي ماتش اللي داو بوكو سير لوي في لا كوب اراب انا عندي بزاف على الامل انه يكون غدوه هو ان شاء الله. لا للتذكير جوست ان بتي اور سوجي قبل ما نعطوا له الكلمه لحمزه زروقي سجل ضد تونس في الجينيراسيون اللي فاتت لانه تونسي كان سير كان طلع بكاتيجوري فوق الكاتيجوري تاعو كان يلعب مع جينيراسيون تاع زرقان وبوداوي اللي الواحد يهضر صح والناس ما تحكمتش عليها في وقتها باسكو الناس تستنى غير الخساره واحد يهضر صح. لا جينيراسيون اللي فاتت ربحت تونس لي روتور وبكرة قدم جميلة جدا ومنها فوز في رادس ب 2-1 الى اني شافي مليح. حمزة دوزيام بيت مركا بالخير اكزاكتومون هذوك اللي مازال ما هضروش على كاع لي هذوك اللي راهم يستناو كيما العادة تربح كيما المرة اللي فاتت تورنوا شوا يوناف مام اميكال ربحنا دو ماتش بوركينا فاسو جو سي با شكون ما هضروش كاع خسرنا البرومي ماتش مع المغرب لو جو ان جور ابري ولا مع مصر الله ولا ربح درنا نيل وخسرنا ولا خسرنا دوما بداو يهضروا والفريق يوفا كلهم من كسموه
راك فاهمني هاد المدمرين هادوك اللي تهضر عليهم كيما قال لك قال لك انا اكتشفت الاخر قال لك انا اكتشفت مش عارف شكون ولا لا لا شوف لا لا اشو قال لك انا اكتشفت مداوي وزرقا كيف اكتشفت انت اكتشفت لا لا هو لا لا اسمح لي باش انا نحب نمد رايي انا لا لا اسمح لي اسمح لي هو كان يهضر على اليوفا اللي ربحوا تونس لا لا هو قال لك عطيتهم الفرصه هو هذا باش انا كيما قال جهاد نكونوا باش نكونوا بيبا الروح بعد ما نقولوش كيف ما نعرف لا 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 ما هي شكلها سما هو باش نكونوا باش نروحوا نكونوا كيما نقولوا واقعيين وصراحة بوعلام هو اللي مت بوعلام مش عارف سيتي الوين سيتي الوين الاخر قال لك ما تسميش لا 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 اسمع لي حمزة قال لك انا اكتشفت بوداوي الله يهديك الناس اكتشفوا ما مش غير هو كان واحد اخرين كيما يهضروا اللي اكتشف ده لا لا اسمع لي اسمع لي نقول لك تفضل تفضل اسمع لي وفهم كان بالنسبه اللي اكتشفوا لك حنا باش هذه عطتنا الفرصه باش نهضروا انا نظن بالك انا ما نعرفش كيما لي تكنيسيان بصح نظن اللي اكتشفوا هما الناس كي اون لونسي لو جون ماشي اللي جابوا التلفزيون ماشي بعد ما بوداوي جيش باش نعطيك مثال حاليم اللي يقول لك اكتشفناه بوداوي قبل ما يلعب في ليكيب ناسيونال اي 20 لعب سينيور في بارادو كان في عمره 18 سنه باش تكتشف هذا شنو قال لك اكتشفناه كي اكتشف هذا الناس كيتفاجئوا الناس اسمع اكتشفوا عطال واكتشفوا بوداوي واكتشفوا اكتشفوا بوصوف بوصوف حنا حطينا الفيديو تاعو ما تقال لك اكتشف ده كيما قلت لو سول لي لا الميريت ويقدر يقول اكتشفته والاخر هو بوحنا مش عارف وما يقولهاش جانو لا قالها شوف 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 كان ديجا كان ديجا كان ديجا سمعتو هضر هضر لا 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 ما يهضرش انا سمعتو ريا ما يهضرش بوحنا مش عارف لا لا شوف شوف الناس حنا لا لا بالنسبه لهنا الجزائر انا فورون دروماج اللي من اللي جا اللي الواحد الناس كي سون كي عندهم هذيك الحب الحب الكره صح واش يديروا يشوفوا دي جون ملاح الكونسي في كلوب تاع بار اكزومبل قال هذا يسكن بار اكزومبل في النعامه ولا يسكن في بشا الكونسي دي كلوب يعيطوا لهم يقول لهم ولدي أروح وديه الجان هذا خير ما يروح خسارة هذو الناس خدموهم كي كانوا مينين ما خلوهمش يروحوا كان دي ناس اللي عندهم نية مريحة يقول لك أنا أوليو باريس نقعد في الكلوب تاعي كي ما عندوش الإمكانيات ولا ما عندوش السياسة تاع يبروغريسي ولا يدفع بهذوك المواهب للساحة لي كونساي يديهم دوطر كلوب باش ما نسميوش دي كلوب باش ما نعودوش وين كان صراحه باينين يعني ديك دي كلوب اللي راه خاوتي الموضوع تاعكم هايل مي خرجنا شويه على الموضوع ولوا لنا لتونس خويا حمزه ولي لنا لتونس يا حمزه تونس قلنا بالنسبه لتونس كيما تفضل برك غير حاجه باش ما ننساهاش قلت لك تونس باركونت كيما على حسب ما هضر جهه التشكيله اللي هضر عليها دونك لي بروفيل تاع حمزه بالك صوبايت اون جو كلاسيك كيما قلت صادير كلاسيك على تونيزيا انا قلت بالك ادوميسيل يلعبوا يخرجوا شويه مي بوسيبل كو كيما قال لك على حسب لي بروفيل اللي هضر عليهم جهات باسكو انا ما عرفتش فريمون لي بروفيل عندهم اللي يلعبوا عندهم فري بون كارتي ها دو راتير وما يطلعوش بزاف قال لك في ديفونسيف على حسب ما قال جهاد دو فري ميليو ديفونسيف دونك سي ان 4 دو 3 1 فريمون سوبر ديفونسيف ولي لاتيرو لي ميليو لاتيرو صدر لي ميليو دروا ميليو غوش ثاني قال لك ديفونس صدر يخدموا اللور دونك سافا دو تونيزيا كوا زعما لي طاري تاع افريك كيما كيما اي يلعبوا مي بصح ماشي 4 2 3 1 يلعبوا 4 4 2 عندهم زوج مهاجمين حيلعبوا بهم صدر لا فاسون جوي تاعهم صدر قال لك غادي ما يلعبوا 4 4 2 صدر لا فاسون جوي تاعهم سي ان بلوك سوليد با يدلعوا لك لي زيسباس بصح لو كانت ماركي لهم يخرجوا دونك هذه هي دونك كيما قال حاليم لازم تلعب وبار كونت هاد لا جينيراسيون كيما قال جهاد ربحناهم بلوزور فوا زعما اوني اونايتي من لو 17 وتجي طالع ونا توجور لي تي ميور كو هاد لا جينيراسيون تاع تونس باش نتفاهموا صدر دروك اباري لا هما يون بروغريسي شويه شفنا في الدوره العربيه ما فلا كنا خايبينهم كنا قادرين نربحوهم درنا غلطه تاع لي دو بوت كنا ميور كو هما في الماتش اللي لعبناهم تاع الدوره العربيه
دونك سور لو بابي الناس تقول سي فري تونس فافوري في بلادها بصح انديفيديوالمون في ليستوريك مع هاد ليكيب انا ليا حنا خير منهم بالك فافوري سورتو حمزه عندك الحاجه الاولى باسكو في بلادهم الحاجه الثانيه باسكو يراسيو كوباراب وين يزون امبرسيوني بو معانا ما داروش لقاء كبير مي مع المغرب ربحوا بربعه سي صالح للناس قارداو في لي ماتش كوليكتيف هاد الصوره احنا تساعدنا على كل حال بيان باش نعاود نولي برك باش نكمل لكم في الموضوع نعطيكم برك شو الراي في حاجه ونورا اوسي ان كيما يقولوا ان كونفرونطاسيون دو ستيل احنا اللاعبين تاعنا بون كابوت ابار بوتيت اللي يلعب واحد سنتينال ممكن يكون طويل مي الباقي كاع لاعبين قصار ما في وسط الدفاع لاعبين اللي ان شاء الله حيبداو سي دي بتيت طاي مي سي دي جوار كي سون فيف يكون جينيرال يروحوا رابيد دونك كي بو فالي غاني لي دوزيام بالون يعني الكرات الثانيه بعد الكره العاليه ماش كي تيدوها مي الكره الثانيه كي تطيح في الارض يصرو اسي رابيد باش يدوا لا بال تونس العكس تونس وسط الميدان تاعهم هم لاعبين تقال لكن طوال في القامة ويلعبوا بخشونة كبيرة حتى ليزيلي تاعهم عندهم واحد اللي هو ميموني اللي هو يلي ان بو تكنيك سي لابور تكنيك تاع ليكيب شوية مع بريما اللي هو مهاجم تاع ترجي اللي تكنيسيان تاني مي باقي الفريق كاع سي دي جوار فيزيك كما تقول تاع حمزة سوفون رجال يعني عندهم دي كاع ميتر 85 الاخر فيهم وكاع يتيك يسون با تري فيف بالنسبه لكم سي تي تي اونترينور كومون تو جير هاد ديفيرونس دو ستيل كومون فير مال اي ليكيب فيزيك باسكو انا نشفى باغ اكزومبل كريتيك سوفون لي زيكيب فيزيك مي ايكيب كيما المالي نشفى لعبنا لها في بوركينا فاسو في وقت فايد بالفيزيك تاعهم غمونا ما بناش كاع في هذاك اللقاء واش رايكم بيانشيردي انا ماكس اشامبل انا قلت سي تولي لو ستيل تاع التونسيان كيما قلت انت حمزه زياد سي لور جو اسما راح يلعبوا كيما يعرفوا اسما فون با فورسي باش يديروا حاجه جديده فون با سادابتي ان سيستيم دو جو جديد عليهم هذا هو اللي تخوف هذه هي اللي تخوف تخوف سيرتو اذا كان كيما راك تقول لي لي زاكسيون ما يكونوش بنفس الكاباري بوتيت انا ما يحبكوش كلشي لي دو كاباري لي دو طاي داير الى عندك عندك زوج لي جوار في الاونس لي طوال منصر وبكوش باقي كاع قصار هذا 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 كيما نقولوا حنا درك سي لي دو ستيل كي سون ديفير كيما لو هاند بول تاعنا بكري تاع لي زاني 80 با 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 بري درك حنايا انا نغلبوهم بحاجه اللي يشوفوها جماعه ماهيش مليحه سي بيتيت اون سوليسيون لو في كو beaucoup de joueurs de gens de jouent dans un même club que ce soit le PAC ou le CRB ça va vraiment aider à contrecarrer le système de jeu tunisien on a lié là خاصة كما قلت انت مع وسط الميدان اللي راح يكون هنا ماشي dans les règles de jeu bien sûr اغريسيف لازمنا هنا لي جوار تكنيك لازمنا ونحكموا هنا البالون هذه دو فاصو وان شاء الله بتاتر اوسي مالغي لي با دو غران غابا دو غران دو تايم دي ان تري بون غاباري زروقي لازم نولوا له زروقي كان فيزيكمون الى مليح ماتور فوالا ماتور ماتور اكزاكتو سينيور كي تحطها مع تاعو كما ما عندك با فورسيمو جهات كي قلت يسون فيزيك التونسيه هنا وفات كي تكون الفيزيك وكاع كي يكون ديفيرونس دو نيفو تكون ان ايكيب تكنيكمون ميور تكون ان بو ديفيرونس ميم يكون الفيزيك يكون ما غاديش يدير لا ديفيرونس هذه كي نكونوا متقاربين المستوى الا كنا فريمون متقاربين في لا فالور تاعنا في التيرا مع توانسه تماك بالك الفيزيك يلعب دور ولا تكون تسوج دي تيرا ابري كيما قلت حنا عندنا دي بتي الاخر بصح باغ اكزومبل لا ماتوريتي فيزيك سافو با دير فيك 1.90 وتوزن 90 كيلو لا لا فوالا لا ماتوريتي في التيرا عندهم 20 عام هاد 19 عام عندك ما كاين دي جوار ماتور كيما زروقي سان جوار ماتور
ميم مسكولارمون كاع إلي ماتور. عندك باب الخير باغ اكزومبل سي ان بتي جوار بالك هو القصير كاع في التيران غدوة بصح فيزيكمون لا ميم شوز ناضج واقف واقف عنده لي مسكولارمون تانيك واقف ما غير كنت تلقاه صغير في لاطاك دونك راك فاهمني وناضج ميم ميم في اللعب تاع الانتيليجونس تاعه فيزون جو اللعب لا فاصون اللي يلعب بها يدير لا ديفيرونس لاعب اللي يدير لا ديفيرونس سيتادير اللي تقدر تقول سي تانيك ميم ماشي يلعب سينور بصح بارابول لي جوار اللي يلعب معاهم ميم لي زادفيرسير توجور اللي ميم شتا يلعب مع لوزما ولا مع سي ار بي سينور الاز يدير لا ديفيرونس سي دي جوار ناضجين في التيران هادو هما اللي يديروا لا ديفيرونس ابري فيزيكمون كيما قلت تونس الا عندهم جوار طوال وكاع طوال زو با دير باسكو لازم انك تجري في التيران تفوت دوك الفيزيك سي با كو طويل وكاع فيزيك سي تيك اوندورونس مسكولار سي لا ريب لا 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 بلوتو لا كاباسيتي افير ردوبلي ديفونس وعندنا لا بيري وعندنا جري لازم لك دي جوار اللي يجروا كيما قال لك بالماضي في التيران راك فاهم هذوك هما باركونت تونس اسمح لي غير نكمل هذا باش ما ننساش تونس باركونت لو كانت تلعب لكم بلوك سوليد با لاسك سادير ان بلوك مبلع مقفول ها تماك وين يقدروا يغبنوك بالفيزيك ايزون با بوزوان لي ديفونسور مال يكونوا تقال ولا تماك وين يغبنوك فريمون بالفيزيك بصح حنا اللي قلت لك على لازم نسجلوا ولا تماك يخرجوا دونك اون فوا يكون لي زيسباس ما يقدروش يديفوندو لك هكذا كاع الماتش ولا يلعبوا لك كاع الماتش هكذا سي امبوسيبل يا ايو دونك ان مومون اوتر يفو هذه هي بار كونت في لي بالاريتي ولا يفو فير اتونسيون يفو فير اتونسيون هذه هي وما عندناش اوني با سيبتيك عندك لي دو ديفونسور سونترو عندك بكوش طويل في الوسط بون سي فري عندك دو جوار صار عندك منصر طويل عندك لا بوينت افون سونتر هذيك هي هذيك هي ابار لي دو رولير سي فري ماشي طوال بالك الاخر بصح حاجه اللي كيبي كيليبري وي با زعما سي با ولي ديفونسور سونترو ماشي طوال بزاف حبزه شكون اللي يلعب سا ديبون شكون اللي يلعب في لاك سونترو مانيش عارف عندنا دي بروفيل طوال وعندنا دي بروفيل قصار بيان سور كاين صح كاين اللي في لي طوال في الميديو تيرا في الميديو اه شبون انا في لو تور على اللقاء هذا ايه بوراس عنده لا طاي يلعب ان شاء الله جوستومون سي وشنو هو برونوستيك تاعكم ان شاء الله كيف راكو شايفين الماتش انا نبدا انا اون فاغادي ان شاء الله ان شاء الله حمزه ان شاء الله نربحوا كون تبعوا لي ريزولطا تاعنا خلينا من لاكوب عرب مع تونس جينيرالمون كنا نربحوا ما في بلادنا ربحنا دونك لوجيكمون نورمالمون سرا ميور جو بونس في اللعب ابري تعرف سا بو جوور سو ديتاي سا بو لاربيتراج ثاني كرام في بلادهم لا باش تعرف لاربيتراج غدوا يخدم لنا ولا يغشنا ولا يكونوا دي زيرور مي دون الجو نقول كون خدمنا نورمال دونك عندنا بلوس لا حنا عندنا حاجه اللي ما ذكرناهاش هي لا بروفوندور دي بون في البون جو بونس عندنا خير منهم في البون جو بونس Je pense, pour la globalité, je pense, je pense, بعلوش تيتراوي ساب ولا عنا ان شاء الله عنا نقدروا نعاولوا لهم ان شاء الله صح حنا نقعدوا تي من ايجابيين وان شاء الله قولوا لهم الدراري الا كنت تسمعوا فينا لعبوا العلام دوني فوا فون ان شاء الله ربي ما في غير الخير عبالنا باسكو خدمتو حقروكم بزاف واحد يهضر صح هاد جينيراسيون تحقرت بزاف الوغ كو فيها بزاف لي جوار تالونتيو مي ان شاء الله يفون بروند لو ريفونش غدوا وان شاء الله في قاع التورنو ان شاء الله لعبوا حراره لهم يسمعوا كيما قلت كاين حاجه لي تونيزيان لي ماروكان كيلعبوا لهم جورا خوت من ماتش 90 دقيقه ما كاش خوت كاين ماتش بعد خوت افون هذا هو الديربي الديربي كان ما تلعبش حراره ما تربح والو حنا الجزائريين ديفوانيه يرقدونا الخوت ومن بعد تشوف تلعب مع المغرب يلعب على دارهم وانت تلعب كسيتو تاع على لي زيميري ما يعرفوش شويه الحراره تاع الديربي كاع هي شويه بارفو والاخرين يلعب على دارهم باش الاخر وتاو حنا نيه يلعب نورمال كوم ان اوتر كوم ماتش ولا مباراه كيما كاع المباراه دونك لازم مصريين معمرين بالحيله دونك لازم لك تلعب انتيليجون ما طيحش في البياج تاع خوت وما خوت ما كانش خوت كاين ماتش كيكمل الماتش لازمك هذه
لازم تاني تقفو غاردي سون كان باسكو لي تونيزيان بكري الوقت عاد توقع يسناك باش يخرجك بالحمراء هادي ما يورا يورا لاسبي بسيكولوجيك وانا ما نلومهمش هاد توانسا سي الجو هذا هو اللعب يجا هما يفرحوا بها يقول لك حنا هما طلاين تاع لافريك وكو تعرفوا لي زيطاليان معروفين في اوروبا بالحيلة جوستومون جوزو الموضوع الثاني ان شاء الله اللي هو الفريق الوطني والتدعيمات اللي هضر عليها جمال بالماضي جوست قبل ما نبدلو ندير بتي اور سوجي على الفريق الوطني اللي اقل من 17 سنه باسكو حنا في الجزائر دائما ميدياتيز لي زيكيب حتى لا دانيير مينوت مين نعطوا لهم 5 دقائق ولا اقل فريق وطني اقل من 17 سنه هذه سي جينيراسيون اللي هم يقولوا سي جينيراسيون بروميتوز فيها لاول مره كاين زوج اكاديميات حقيقيه اللي هم يخدموا اللي هي اكاديميه الفاف وبارادو حتى شباب بالوزداد بداو يقوموا بعمل لاباس به اليوم كانوا اون ستاج لعبوا ضد الفريق ضد نصر حسين داي اقل من 21 سنه وفازوا عليهم ونصر حسين داي معروفه بالتكوين يعني باش تفوز على فريق كبير عليك بربع سنين ماشي امر سهل وهذه حاجه كما يقولوا تدعو الطمانينه ايزون جوي 3 ماتش كونتر دي ريزيرف فهاد الاسبوعين اللي فاتوا لعبوا كونتر بالعباس ربحوا لعبوا كونتر جمعيه وهران ولعبوا كونتر نصر حسين داي والماتش بالاربعه ان شاء الله حيلعبوا ضد مولوديه الجزائر انا هذا لا جينيراسيون جهات شفتهم من هالي بدأوا كانوا البرومي الاخر تحمدي تكسون وداروا البرومي تورنوا اين وارا وارا شفتهم من تماك تقدر تقول اني تبع فيهم كان برك حاجة ملاحظة كان احسن لاعب قاع في الفريق هذا صدر قاع اللي لعبوا في الجزائر ولا اللي لعبوا في فرنسا ولا اللي لعبوا في ونابورة كالبلاد الاحسن لاعب انا ليا هو عمر عمر, عمر من برج غدير يلعب في أكاديمية الفاف يلعب في أكاديمية الفاف خميس مليانة أبارامو صافي مدة ما راش في ما رامش يدوه لعب دورة تالية قال لك اي لايتي كارتي دوك انت حنبوك ان جوار لمير جوار طالنتو دوك انت تحت انفستي في أكاديمي وتجيب اسبانيول هذي اسبانيول وتبدأ تخدم وتفورمي الجوار ويبروغريسي وقع كي تجي في دورة كي تحتاجه قال الخدمة باش تجي تاكل من الغلة تاعك الصدر قال الخدمة تاعك كيجي في الصح لونترينير بروبل ديسيبلين واش قام تاع سيزون ولا كاجو واش بروبل ديسيبلين الى يسمع فينا لا سات يقولوا له فويسي دراطرابي القاما كيما يقولوا شا قاما سيزون حنا نحتاجوهم دوك هادو لي ميور جوار حنا هنا كاين الجيري وني با البرازيل ولا دوك صادير قاما كيما هكذا نحيلو التليفون سمعنا انا شي بان والسلام عليكم علاش تسبوندي من ليكيب ناسيونال je pense que ça voilà donc had le c'est un unique mais là parce que je tombe mais là في الالباني دانير مو التورنوا دار ان غرون تورنوا اما كان بزاف لاعبين لاباس بهم في الفريق هذا على كل حال و زادوا ils ont repéré un joueur de Jérôme Leïda dont on dit beaucoup de bien اون فوا ميم في لي ليست تاع لي U17 كاين كاع فرق الجزائر هذه ما يقدروش يخرجوا لنا لو ديسك ابيتيوال هذاك تيقول لك فريق العاصمه كاع كاين كاع ايه دوكم بعد على عامين يدوهم بارادو شباب الوزداد وبعد يقول لك فريق العاصمه فوالا كيما صرات مع جينيراسيون تاع بالخير تاع دوك وان شاء الله يدوهم حنا لينا باسكو باش يبروغريسو ان جوار طالونتيو ما يقدرش يقعد في كلوب لي اونتريني دو فوا بار سومان وما عندهاش الحزم ساعي تاع خدمه لا ان شاء الله لا راه ديماري دوك تاع بالعباس هي لا بريمير ان شاء الله صافي نعودو عندنا لا تروازيام ان شاء الله صطيف ميم صطيف نورمالمون راهم يخدموا كاين لوز ما دارت لا هضرت لا ناوي يهضر على اكاديميه الفاف جيت على الاكاديميه تاع الفاف هذوك لي او 15 لي 2006 ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله جوست باش نكمل على ايولي ايديسات عندهم يعني دوره تاهيليه حتلعب في الجزائر في شهر جانفي ان شاء الله 22 جانفي لا مانيش غلط لا 15 جانفي حتلعب في الجزائر وحلعبوا ضد تونس وليبيا وكاين غير فريق واحد اللي حيتاهل كاس افريقيا لاقل من 17 سنه كاين ثاني طربوسين المغرب ما كاش لان الدوره حتكون في المغرب لا كوب دافريك تلعب في المغرب اه
مصر مصر لانه صار لهم مشاكل ديجا في تزوير الاعمار ما ولاوش يبارتيسيبيو في فئه اقل من 17 سنه حتى 20 سنه هذو فيهم ترافيك على كل حال اي مي اقل من 17 سنه عندهم لي تيست اي ار ام يعني كان ترافيك فلاج يفيقوا لك بوكو بلي فاسيلمون في الاوديسات ما ترافيكيش ما اذا عندك اون بروغريسيون اور بارا نورمال ما يخليوش تلعب الجوال فوالا تكون عندك اكزاكتومون صرات لنا وصرات ليكيب دو فرانس ميم ليكيب دو فرانس عندهم دو جوار نون با بي بارتيسيبي باسكو لقاهم قال لك كان واحد معاهم الكوب دي موند فينالمون ما قدروش باسكو ايزيتي تري ديفلوبي اوكي اكزاكتومون بون لازم نمشيو في المواضيع خاوتي بقينا يعني الموضوع الاخر اللي قلنا اللي هو موضوع التدعيمات اللي هضر عليه جمال بالماضي قال باللي اوني اون طرا دو سيرفي دي جوار كاين ممكن حتى 5 لاعبين يمكن ان يدعموا الفريق في شهر مارس منهم لاعبون لعبوا في الفئه يعني لعبوا ولا لعبوا في الفئات السبانيه المنتخب الفرنسي انا السؤال تاعي هو ديجا اولا هل رانا نحتاجوا صح تدعيمات وثانيا منهم لاعبين اللي معروفين الان في اوروبا اللي بالنسبه لكم راح يقدموا اضافه كان يجوا الفريق الوطني اولا بالنسبه للتدعيمات انا نظر توت سيليكسيون كل منتخب يحتاج الى تحضير بديل وتغيير في لا كونتينيتي لازم يغير مش صحيح شونج با اني كيب كي كان هذه ولكن حق اليوم مش حق غدو الفريق باش نكونوا صراحة كان اللاعبين بداو يقسموا الفاكتوراج سون بليسي لي بيرسون حنا نهضروا على لا فالور سبورتيف عندنا بروبليم دو غارديان دو بيت كي ان بروبليم اللي هو مشكل حقيقي مشكل تاع لا سونتينيل اللي مع مرور الوقت راهو المرض نتاع المرض نتاعو يبدا ينقص طبيعي جدا لا يمكن اللي هو غديورا وايضا تغيير في خاصة ايضا في الامام نظن انا بالنسبة لي نظن لي التغيير ماهوش راح يكون كبير بزاف ماهوش راح يكون كبير لانه ولكن لازم لنا بدلاء لكل من غديورا كل من اسمه الحارس مبولحي بديل ولازم لنا حل ايضا فلاكس لازم لانه لكان لاحظتوا اللي جا اللي من غير مديوب ما جربناش بزاف ما جربش الحلول تقرب هي طهرات بالعمري وماندي طهرات ايضا اصبح مستواه ماهوش يتطور حتى الفريق اللي يلعب فيه في السعوديه ماهوش من بين احسن الانديه يعني ماهوش فريمون يتطور وطبعا الامان اذا كان يكون لاعبين خارقين العاده كما قال هو في المنتخب الفرنسي واظن جوكروا كوسي يهضر على غويري يهضر على غويري هو اللي معني بال بالاخر العلم لله اوكي حمزه هي كما قال حاليا بون الفريق الوطني لازم يكون تجديد مستمر صدير دائما يكون عندك دي دوبلير دي تريبلات يعني صدير ثلاثة بالك ربعة يعني لاعبين يكونوا مستوى طالع في الجروب اي لارجي تاعك عندك 50 لاعب مثلا عندك ثلاثة تاع لي زاريا دروا ولا ربعة ثلاثة ولا ربعة اريير غوش هذا هو التفكير تاع مدرب ماشي غير اللي يستاهل نشوفوها حنايا باسكو هذا علاه يفكر هكا مدرب باسكو في نابورت كان مومون قادر تبليسا ولا جوج واحد سيسبوندي واحد مبليسي راك فاهمني واحد كبار وواحد ما راهش يلعب كما شفنا مع عطال مثلا راح مع عطال مزياس وطحنا في حلايميه ما كانش بليسي باريكزوم حلايميه بليسي ما عندكش واحد وراه ما يليقلكش غير حلايميه يليقلك حلايميه وواحد اخر باريكزوم بالماضي سورمون راه يدبر على ناري دروا توتويت لازم باش تقعد في المستوى العالي ويقعد توجور اسمح لي حالي باش يقعد توجور المستوى تاعك طالع لازم لك دائما لاعبين صدر لي دي جوار دي دوبلور بار بوست يكونوا ماشي غير موايا لازم لك دي فريمون دي جوار ملاح إذا بغيت تقعد توجور شامبيون دافريك وبغيت تروح تكوب دي مونت وتقعد توجور الفوق وحنا عندنا شويه مشكله في بعض لي بوست باسكو حنا ما نكونوش زعما فريمون عندنا سيفري لاعبين دي فوا تصيب هكذا وحده في لوروب تصيب علاش لازم لك تكوين في البلاد
لازم يخلق اون باز في البلاد، تبغي ولا ما تبغيش. كون جيتو في فريق تاع 2014 اللي تكاليفا ولا هذا تاع 2000 اللي تاكو دافريك، عنده توجور اون باز لوكال، باسكو ما يقدرش في فرنسا في المراكز التكوينيه يعيو يفورمو لك دي جوار في فرنسا، ما يقدرش يكون لك يكون لك في كاع لي بوست. امبوسيبل شاك فوا يخرج لك 3 ولا 4 دي فورسون سونترو تاع مستوى عالي، اري 3 4 تاع مستوى عالي، مستحيل. هذه كاع علاه لازم توجور نخدمو هنا في البلاد، لازم تخدم ماغري كاين الفو. وشفنا بلي هذاك اللي كيريبر بين المحليين والاخر هو اللي عطانا توجور نتائج، صدر توجور كي تشوف ليستوار. سي فري بروفيسيونيل يمدوا هذيك لاتوش تاعهم بالك شويه تاع الاوروبي تو سا بروفيسيونيل اكسيتيرا، بصح توجور يليق لك دي ديزاين يخدم. بصح عندك 45 مليون في البلاد، لا ماس راه هنا في البلاد، دونك لازم لك على هذا نركزوا توجور على التكوين. بون كي نهضروا على بالمادي دروك قلت لك لوجيكمون توجور راح يحوس، هو يجدد تجديد دائم، دونك توجور راه يحوس على لاعبين. صافي عنده محرز مثلا والناس راه يفكر في راسه كاين واحد ثالث موراهم سيرمون، صافي على بالها بلي كتب لي واحد لازم له الثالث ادروات اغوش. عنده عنده الحمد لله باللهي ابراهيمي وبالرحمه، بالك عنده الرابع مزيان، راك فاهمني؟ دونك لوجيكمون توجور خصك ربعه في شاك بوز، هو هكا يفكر سيليكسيونر بلا جروبي لارجي تاعو، وتوجور يجدد كما قال لك دي جون يبدا يدخل فيهم كما قال لك هادو لي بروفي لي فرونس الله يهضر عليهم. زعما قال لك لاعبين في ليكيب دو فرونس جو بونس راه يهضر بالك على ايت نوري. شكون كاين؟ كاين ايت نوري، كاين هذه هي كاين نوري، كاين عدلي 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 عدلي. بصح انا لي حتى واحد فيهم كريف لي كروز، بالك هذاك ايت نوري تكنيكمون مليح والمومو، مي الاخرين زعما لا لا لا. لكن انا بالنسبه ليا لا، انا رحت بزاف الكويري، انا بالنسبه ليا جو بونس اولا في بعض المناصب رانا محظوظين يعني، وما نخموش بزاف يعني، الحلول متوفره سواء هنا حتى ولا مثلا قدام. ونا طوندونس بزاف ننساو الملالي، مي الملالي حاجه مليحه ناس بزاف. الملالي فورس تاع بالرحمه، صافي الملالي سي بون جو. اذا عندنا اذا الحلول في بعض. بالنسبه لي انا المشكل تاعنا تقريبا المام هو المدرب الوطني احنا تاعنا، واشار له احنا جينيرالمون اون طوندونس بزاف من ما نحبوش يلعبوا كات ولعبوا ستوبر ولعبوا سنترال يعني هذا سي بار ديفو، سي دي بوست بار ديفو. لهذا يطرح حتى باريز، كنا نهضروا على الشامبيون ناسيونال كيما راك تقول زعما الجزائري ما يبغيش يلعب في الدفاع، كنا نهضروا مثلا في الشامبيون ناسيونال في لي زاكسيال بوتاتر جو في با اتر ان بو سيفير ولا ما كانش نحير. جو بونس لي انا كاين توكا يجيب العيد، توكا راهو في تونس ومن بعد يجيب العيد يعني نهضرو اللي عندهم توكا اللي لعب اساسي الماتش الاخر تاعو مع مونستير. بالنسبه لينا احنا الخمسه اللي ممكن انايا اللي كما قلت انت جلب لي انتباهي، بل انا ما نتكلموش على اللاعبين اللي كانوا في الفريق الوطني مثل بوداوي مثل اللي من الطبيعي جدا عودتهم للفريق الوطني وهم اعلى من مستوى من بعض اللي راهم في الفريق الوطني، ولكن نتكلموا على اسماء جديده كما قال جهاد. انا بالنسبه لي اللي فعلا جلب انتباهي هو غويري والعيدوني، والعيدوني اللاعب اللي لعب في البطوله المجريه عيدوني كيجو كوم سنتينال وي هذو يعني. انا الباقي كان اسماء سربتهم الصحافه وحطيتهم على كل حاجة. انا بالنسبه لي ايت نوري اللي قال عليه حمزه، انا هو كان نقدر نخير غير اسم واحد من بين كاع الاسماء اللي يقدروا يدعموا الفريق نختاره هو، انه في تحس باللي سي ان كا كي ان غرون بوتونسيال، عنده يعني امكانيات كبيره ودارير فارس. فارس انا من ديجا ما نكذبش عليكم ماشي مقتنع بهذا اللاعب، ومام كنشوفوا لا سيتياسيون تاعو اون كلوب راهو دون الدور تقولوا باللغه الفرنسيه. دارير عندك خاسف ممكن، لكن خاسف سي ان بروفيل ان بو على عطال، سي تريزي اوفنسيف، دونك سي لا او تو دي كو ايت نوري ممكن يكون حل. غويري المشكل تاعو انه يلعب ما يلعبش راس حربة كما يقولوا بيور، يلعب بلوس سور لو كوتي غوش. انا بالنسبه ليا كوتي غوش بالليلي لي اوتسو دو تو لو موند،
دونك صبات رانا فور مليح يكون عندك لاعب كيما غويري في الفريق يبي جوي ا بليزير بوست مي جو لو فوا با كوم ماهوش حيرفع من قيمه الفريق كيما نقولوا كان يجي غويري عندك ثلاثه ملاح جو بونس بلوتو بالك افون سونتر تحت الاخرين تحت اللي راهم مرجح ولا فرق اون كاون ثلاثه بوزيسيون. لا لا بالنسبه لاي ثيوريه لا كيسيون كي سي بوز ما نقدرش ندير اسكو فريمون il va opter pour la sélection algérienne. انا je crois sincèrement que j'ai du doute انا sincèrement سيد ماهوش يلعب تيتولار في وولفرهامبتون. فرنسا عندها واحد 10 ليزاريير غوش دو تري او نيفو كان ما يحبش يجي الله يسهل عليه. انا قلت لك برك كان يقول بالماضي قال لك كاين زوج ولا ثلاثه ما يهضروا معاهم في المنتخبات الفرنسيه. قلت لك كان هو يحب يجي لي بالي لا انا بور سي ايت نوري وممكن شرقي تاع الاولمبيك ليوني يلا دي ديفيكولتي اون كلوب مي تحس باللي لا دو بوتونسييل. شرقي مليح شرقي فوالا شرقي لو كان يجي با سي جوور تاع الفيتور بالي لو كان يخدم سيريوزمون يروح كيما بالناصر ولا خير بالك سي با ميم بوست بصح يبان سي ان جوور تري تري صدر ناضج بارابور لاج تاعو فريمون اللي ديجا عنده شحال 17 عام ولا 18 17 سي ان 2003 اه 17 عام يلعب انا بنت لي غادي يعيط كاع هادو اللي كانوا بيناسون يقولوا له ما تجيبهم تاع فرنسا دوك يدير لهم يرسل لهم كاع كونفوكاسيون ويخلي لي جورناليست يهضروا اللي جا جا اللي ما جاش ها لك تو تهضروا عليهم. انا شبونس قادر يدير هذا بالماضي شو قال لك جورد عيد الفرنس شكون كيما عدلي هذا ما شتاش عنده مستوى زعما عدلي زرقان هي تيتولار عندها هو قال ثلاثه ولا اربعه ما فهمتش شكون هادو. هو قال لا لا لو تيرم اكزاكت سي دي جوار لا با ما قالش ان نومبر ما قالش شحال اكزاكت قال نتبع خمسه لاعبين من هاد الخمسه كاينين في زيكيب دو فرانس باين زعما اللي راه يتبع فيهم شكون انا جوبونس كاين هذاك لارير كوش تاع بورتغال اللي هضروا معاه قال لك راه يتبع فيك بالماضي لارير كوش تاع بورتغال هذاك اللي جا حماش حماش خاصه راه يتبع فيه. كاين دي جوار باغ اكزومبل ليكيب ناسيونال دروك راهم يلعبوا سي با دي جوار زعما لي مستوى عالي عالي كيما باغ اكزومبل قبله بون بالك حنا ما عندناش لاعبين ملاح كيما بوداوي خير من بالقبله مثلا بالك بالقبله شويه بالك فاطم ناضج عليه شويه في راسو بصح بوداوي بوتونسيلمون خير من بالقبله بالقبله سي با غرو جوار انا ليا مثلا بالك راه يحوس ثانيك على دي جوار في الميليو كيما هكذا واش يحتاج فريمون باسكو انا كيما بن خماسه سي با فري روليور سي فري بصح يحرط في الطيره بالخماسه تحتاجو في رافلي كوكا ما حنا البروبليم كي سو بوز ريالمون هو لاك سونترال إيه الغارديان البيت إذا ما لقيناش الحل داير نورمالمون افيك تو لي سبي كوندوا و عبدو قاعد الدين خلاص نورمالمون لازم نحط تروازيام لازم نحط تروازيام غارديان ماشي ان تروازيام غارديان فوالا بلو جون ما عملناش شكون مي ان تروازيام ان تروازيام غارديان اللي منظرك تبدا نورمالمون بلاصي باسكو ل درك مع البليشه حمزه على جي هذا وشافك يا نافي نقول هي فريمون في الكلاب نتاعو الكوميدي فريمون دي ماشي دي بولات دي تير بولات مام با دي بولات شغل دري ماتش برك هذا ما كان دار قبل دي بولات دري ماتش لا 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 انا نشوف انا كنت نتفرج شويه للشامبيون تاع السعوديه دار كثر ماهوش في النيفو الكبير في شوف لي غارديان الجزائري البال كورا عندهم في لي غارديان الجزائري اللي راهم في السعوديه لو ميور هو عسله درك نهضر كونت كيستيون روندمون انا ما نهضر حاجه اخرى كيستيون روندمون اللي راهم في دار بلوس دارج هو العام اللي فات اللي دار احسن اكبر عدد ما العام هذا كان مام العام هذا كان ان غارديان ويجيو اون دوزيام بلاص دونك لي الجزائريين
مازال ستابل ستابل في الروند ماي كيما دوغا الى غير دوغا يقدر يجيب عسلة باريس بصح عسلة كبيرة مي كيف كيف عسلة هذي بلياجي على دوغا لا دوك انا ما في اريترون هذا بوركوا با هذا اذا دار تورنوا مليحة هذا لو بتي هذا اللي عندنا احنا في بولندي normalement les sélections de jeunes ils sont faits on va sortir un peu inchallah la nouvelle équipe qui va présider la CAF si elle veut vraiment le développement du football africain, mais elle n'a la chaîne qui n'a aucun goût, ni couleur, ni odeur, par une compétition plus vraie, il y a des espoirs, comme ça se fait. En Europe, chaque deux ans. En Asie ou là en Europe. Exactement. كاين غير حنا اللي نلعبوا شاك 4 ans جوست باسكو كاين لي جوز اولمبيك سينو كان ما كاينش جوز اولمبيك ما نلعبوهاش ما با ما عنده والو ميلعبوا به بوتيتر لو سيل اللي يعطولها قيمه سي المغاربه الاخرين كاع مع بالهمش بها هي الاخرين شوف اكسبسيون بري نحي لا موريتاني هذيك الكونغو هذوك اللي عندهم لي جوار اللي الكونغو درك لا شونجي دو استراتيجي درك باسكو حتى هما راهم بداو يجيبوا في لي ميور جوار تاعهم افون كانوا يخيروا في فرنسا ولا بلجيك مانو راهم بداو يلعبوا مع مع نظام الكونغو الديمقراطي اللي هي اللي اونتر بارونتيز راح تكون بالك من البارمي لي سوربريز تاع لي كاليفيكاسيون تاع لا كوب دي موند 2022 اه بيان سور كونغولي على المعلم زرق هذاك زرق هذاك سي فاسيل الكونغو كينشاسا فوالا الكونغو كينشاسا الكونغو تاع الكلوب تاع الملياردير اللي يروحوا مازامبي تيبي مازامبي عندهم لي دوك عندهم تيبي وعندهم الاخرى فيتا كلوب ما في فرنسا عندهم زايدين ما في بلا بلجيك كيم بامبي تاع بي اس جي لعب في الفئه التشوبانيه هذاك بلي كيم بامبي لعب مع كونغو ديموكراتيك في ليكيب اسبوار ولا ليغا وبعدا عاود تقلب هاي كيم بامبي الجوار تاع بي اس جي لعب بلي كاتيجوري جون لعب كاتيجوري جون مع ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو enfin bon هذه هي خاوتي سيتي ان بليزير كانوا مواضيع شيقه خلي لكم كلمه الختام خويا حمزه بداو بك ان شاء الله نترقبوا المباراه تاع غدوه ان شاء الله تاع الفريق قبل 20 سنه ونتمنوا ان شاء الله نديروا نتيجه مليحه باش ندخلوا في التورنوا باسكو ماشي غير نتيجه مليحه لا برومي ما خاصنا بون الا ما لعبتش لي جيب مثلا غدوه نربحوا ماتش بالك رانا قريب ان شاء الله نتكاليفو نزيدوا لا ليبي نعاصرو دونك ان شاء الله ندخلوا دخله مليحه يكون عندنا شويه حظ والتحكيم ما يكونش مضر علينا ان شاء الله هذه هي ان شاء الله الكلمه الحاليه ان شاء الله انا ان شاء الله عندي امل انه تكون ان تري بون بارتيسيپاسيون لهذا الفريق وان شاء الله ان شاء الله برك ما يهزوش نحيو العاده السيئه كنربحوا هاد ولادنا كلكو سوا اكس هذو دي جام تاعنا هنا كي سورون سومي على كومبيتيشن وين ان شاء الله في الظروف المثاليه نشوفوا فريمون المستوى تاعنا وراه اذا كان المستوى تاعنا يسمح لنا باش نروحوا لكوب دافريك اللهم بارك اذا هذا المستوى ماهوش مليح وما سمح لهمش باش يتكاليفوا في الظروف العاديه ونا كان نشمروا على الساعه تاعنا ونعاودوا لكم جديد سي با لا فان دي مون سي با لا فان دي مون نعاود كما نقولوا حنا لو ريزلتا يجي بالريبيتيشن التحسن يجي بالريبيتيشن مي رغم هذا باذن الله راح نتكاليفاو ان شاء الله ويكون ان بون تورنوا ان شاء الله
ان شاء الله. وان شاء الله تمنياتنا، وان شاء الله كاين حاجه اخرى في بالنسبه للشامبيون ناسيونال برك جو نفتح ان توت بتيت بارونتاز كونترمون واش راه نشوفوا راه كاين في لو كونتكست كامل رغم هذا لو نيفو ني با اوسي موفي كو كورا واش راه الناس تصور فيه. وان شاء الله تمنياتنا من النجاح وشكرا لكم على اتاحتنا هذا الفرصه. ان شاء الله كي تحدثت لي على شامبيون ناسيونال ان شاء الله نديروا دي زيبيسيون وين حنا نقصروا ونتحدثوا بيان على البطوله تاعنا واش لازم يتحسن فيها وشنو هما الايجابيات باسكو كاين دائما الايجابيات كما قال حاليم نجحنا ولا ما نجحناش في الدوره الواحد يروح يمشي يسمر على يده يروح يوقف على الفريق تاعو باش يدينا اكاديميه يطور ديجا الفريق تاعو يطور وباش نطوروا الفوتبول ناسيونال باش هاد ليزيكيب ناسيونال دو جون ما يجيش كريتيكي يقول لك ما داروش نتيجه ما داروش لازم الكلوب تاعك يروح يخدم يكون لنا باش يكون عندنا ليزيكيب ناسيونال تاع الشبان يكونوا ملاح. هذه هي اكزاكتومون. يعطيكم الصحه خاوتي قلتوا كلش و ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو ونقصروا على فرقنا الوطنيه وعلى بطولتنا. يعطيكم الصحه والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.